يا بطل وتنطيط، انا عايزه هدايا يا كتاكيت. انا شفت جمالك، انا شفت اوامك، يا قشطه ومربى على جاتو، وجبت هديه تليق بمقامك، اكبر واحلى واغلى مايو. ميرسي بيكو وثانك يو، لا ده صغير قوي سترو. عيد ميلاد سعيد يا طنط يا طنطتي، انا جايه هني فؤادي هديتي. لا ده انا عايزه هديه، مش كله جاي يبوس، واللي ما يجيبش هديه يديني بدلها فلوس. كلكم وهديتكم جايبالك احلى قميص نوم. والله وجه اليوم الا انا هلبس في قميص نوم يا عيب الشوم. ادي هدية بسيطة يا بسبوسة، بكرة نشوفك احلى عروسة. طب اتطرقي بقى ننوشة. الله عليك يا فتة، عاملة زي البرودة، يا تشتي كله فتة هتملي دنيتي. ما تكسفنيش. سيبك منه، ده مفيش غيري، قيمة ومركز ووظيفة ميري. عازب مش متزوج، مظبوط ومتحوج، بصيلي حنيلي، ده انا بن برازيلي. يا نبيل يا فريد، حوشو 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 حوشو، حوشو عني شاهين واجري، لا لا هدومي واجري، لا لا هدومي واجري. لا 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 يا عمتي، صبرك شوية يا عمتي، فاضل عالحلو زقة وتتم دخلتي. ابعد عن سكتي. خليكي راجل يا قطة، كلها ساعتين تلاتة، ما تبوظيش الخطة. فين التورتة فين؟ فين الجاتو؟ فين الملبس فين؟ والبومبو؟ شبت حجرين عالشيشة مع جمعة والكينج وتيخة. ياني 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 المعلم الإزازة، معلم على مين ده؟ احنا اللي معلمين. هنا واحد ابنها فين؟ انت بتنفضي سجادة ياما. سجادة ايه؟ ايه عايزة ايه؟ رحت لك شقة الأستاذ نبيل ما لقيتكش، بتعمل ايه في شقة الأستاذ فريد؟ هي بقت هيسة وزنبليطة وختمت بصاروخ أرض جو من المعلم شهيد. أعمل ايه؟ مش عارف أشرب الكاسين بتوعي. طب انا سمعتهم كلهم برابطه المعالم والاستاذ فريد بيعزمهم على هنا، هتعمل ايه بقى؟ جايين على هنا؟ طب انا هشرب الكاسين بتوعي فين يا جدعان دلوقتي؟ نعناع. انا هنيو، انا نعناع. انت بتنادي على واحد بره ولا ايه؟ عايز ايه انا هنا اهو. ما تيجي نشرب كاسين في شقه المعلم شاهين. يا سلام، ولما يطب علينا المعلم شاهين ويرزعنا صاروخ ارض جو هتنفعيني؟ ما تقلقش، اول ما البوليس هيطب هقول ما اعرفوش. بوليس ايه؟ بلا بوليس بلا كلام فارغ. بقولك ايه، احنا نطلع على اوضه القرار وتغني لي الاغنيه اللي انا بحبها. نعناع قلبه بيوجعه، عايز حد يطرقعه. اديها يا باشا طرقعه براحتك. نعناع قلبه بيوجعه، عسل ونعمه، عايز حد يطرقعه. اديها يا نجم. ايه مشكلتك انت؟ بقالك ساعة عمال ترغي وانا مش فاهمة انت عايز تقول لي ايه بالظبط. مش عارف، شخصيتي بقت مهزوزة كده في الفترة الاخرانية، مش عارف مالي في ايه. لا تماسك كده واتكلم يلا بقى. اقول ايه؟ قول اي حاجة. مش عارف. انت شكلك مفيش خالص، ما عندكش اي تجارب. انا ما عنديش تجارب؟ ده انا كل تجارب والله. مفيش اي تجارب والله، كل تجارب. فين ده؟ طب ده انا اول واحدة صاحبتها كنت في البكالوريوس. طب وايه يعني؟ ده انت اتاخرت قوي يا ابني بجد. وهي كانت في كي جي 2. ايه في كي جي 2؟ بس
كانت إنسانة عظيمة. لا والله. ده قصة حب انتهت في لحظة كده كده. وانتهت ازاي القصة دي؟ مفيش، كنا ماشيين مع بعض في النادي ما خدتش بالي دوست عليها ماتت. الله يرحمها بقى. حرام عليك، كل قصصك هم وحزن، حرام عليك. ليلى انا عندي كلمتين عايز اقولهم، وكل ما اجي اقولهم حد يقف فوق دماغي وما اعرفش اقولهم، وانا مش هسيبك دلوقتي غير لما اقولهم. قول بقى. مش فاكر ولا كلمه منهم. خلاص يا سيدي انا اللي هتكلم. عموما انا انبسطت قوي ان انا جيت عندكم، وانبسطت اكتر ان انا اتعرفت على باباك، وانبسطت اكتر واكتر ان انا شفتك. ودلوقتي بقى ايوه دلوقتي بقى ايه بقى؟ همشي. لا استني بس، انا هتكلم اهو. اتكلم بقى. طب بص يا ليلى، اخوك المعلم شاهين الزلط دلوقتي بقى عارف ان احنا غرضنا شريف، يعني مش عايزين نصاحب وكده، عايزين نتجوز يعني. وبعدين انا شايفه قاعد تحت مع طنط فتافيت السكر على باب العماره بيلعبوا طاوله. عمال يقرص في الظهر ويقرص في رجلها. وبعدين؟ عايز اقرص بقى. بعينك مش هتقرص، برضه ما قلتليش اي حاجه. على العموم انا ماشيه. ليه؟ لان اخويا جايب اتنين عرسان طوال قوي، شربات قوي، شعرهم اصفر قوي، لازم اجهز عشان ابقى في استقبالهم. استني عندك انا هتكلم. ايوه كده بقى اتكلم. وقت الهزار خلص. ايوه لولا. ايوه مش الانسان قبل ما بينام بيقعد يفكر يعني هيتجوز امتى، هيخلف ازاي، مرتبه هيبقى قد ايه؟ مش انت كمان بتفكري في كده؟ عمري ما فكرت كده. اكيد بتفكري، بس بقول لك عمري ما فكرت. ده بالك انت بس. ابعد عني خالص يا بيشو. انا اسف قوي اذا كنت دخلت في وقت مش مناسب. لا لا لا، وقت مش مناسب ايه يا عمي؟ ده احنا حتى كنا بنقول كلام ملوش اي لازمه. نعم مالوش اي لازمه خالص. عن اذنكو، باي باي. مالوش اسئله بالظبط. انت فرحان فيا يا بابا ولا ايه؟ اه يا نبيل، شقتك خلاص ما بقتش تصلح لسكن البني ادمين ابدا بعد ما دشدشها اللي اسمه شاهين الزلط ده. انا جبت مقاول يا بابا هيشطبها، وديني قاعد يومين هنا عند فريد لحد ما ربنا يسهل. الحاجه الوحيده اللي قدرت انقذها من الشقه هي صورتي وانا بالملابس الرسميه، اعز شيء عندي طبعا في الوجود. يا سلام، نهايته خليها هنا مؤقتا لغايه ما تصلح الشقه. ايه مالك مالك واقف كده ليه؟ مش على بعضك ليه يا بابا؟ في اتنين عرسان جايين من افغانستان، انا خايف ليلى توقع على واحد فيهم. اطمن يا ابني اطمن، يا هتلاقي زيك فين؟ شاب نجم من نجوم السينما والتلفزيون، كل البنات يتمنوك. ده القرد في عين ابوه بس، ده انا اللي بكسبه في سنه ما يكفيش اجيب بيه عيش حاف حتى. نبيل انت عارف كويس قوي ان انا يهمني سعادتك. كل اللي انا بعمله ده علشان مصلحتك انت، وعلشان انت تحقق الشيء اللي نفسك فيه. عارف يا بابا ومتاكد. طب نبيل انا يعني احقاقا للحق يعني انا قررت خلاص اني اسمع كلامك وانفذ الوصيه بتاعتك واتجوز. بجد؟ اه والله. مبروك يا ادري. ايوه كده فرحنا بقى. هتتجوز مين؟ اتجوز فتافيت السكر هاني. يا نهارك اسود ومنيل. الحمد لله. فتافيت السكر بتاعتنا؟ امال بتاعت الجيران؟ يا راجل قول كلام غير ده. ليه؟ مش هتنفع الجوازه دي. ليه ما تنفعش؟ ازاي؟ ازاي ايه؟ موجب وموجب مع بعض، مش هتركب الجوازه يا بابا. ايه موجب وموجب؟ ده انا هتجوز كوبس كهرباء. يا بابا اشتري مني انا، الجوازه دي مش هتنفع. ليه يا ايمي مش هتنفع؟ مش انت اللي قلت لي صلح نفسك وحط الورده الحمراء؟ اهي الورده عملت مفعول. انت لو حطيت مشتل على الجاكيت يا بابا مش هتنفع الجوازه دي. ليه يا حبيبي؟ سمعت حاجه عنها؟ حد قال لك كلام عنها مش كويس؟ هي ليها علاقه بحد تاني؟ لا بس دي مش من مقامك يعني. يعني ايه مش من مقامي؟ انا من مقامي كل حاجه دلوقتي في الوقت ده. انا خلاص انا عرضت عليها الجواز. بجد؟ ايوه بجد. وهي بقى للاسف الشديد ايوه يعني ما ردتش عليا، انما حطت وشها في الارض من الكسوف وما قدرتش ترد عليا. طبعا الستات اللي في الوضع ده هو والمتربيين ولاد الناس لما يتعرض عليهم الجواز والحاجات دي يخجلوا يخجلوا. اه يقوموا وشهم يحمروا، يبقى كل خد عليه طمطمايه كده. يا بابا دي خدود عليها بطيخ. طمطمايه ايه؟ والله البطيخ ساعات يطلع اقرع، لكن الطماطم مضمون حمراء. انت مصر يا بابا على الجوازه دي؟ انا طبعا مصر جدا جدا. بس الف مبروك يا معلم. ايه قاعده تحت على باب العماره بتلعب طاوله؟ على باب العماره عمال عيش حياتك بقى. دي هتجنني الست دي ولا ايه؟ هتلاقيها فستان 8 اكس لارج ادخل فيها دي. لها طاولات منين تكفي؟ ابويا هيتجوز الواد سكر؟ يا لهوي الله يخرب بيتك. نبيل عايز ايه؟ ايه يا روبوت؟ نبيل على طول. ايوه نعم. هو انت شلت البرطمان اللي كان في التلاجة؟ برطمان الشوكولاته؟ يا عم ده بايظ، كلت منه حته قد كده ورميته. كلت منه؟ حته صغيره يا عم وبايظ اصلا. ده كان تحليل البراز بتاعي يا نبيل. وحطه في التلاجة. شفت الخبر اللي مكتوب في الجورنال النهارده؟ خبرك اسود ومهبب. عايز ايه؟ تاخدي حته؟ بقول لك امريكا اكتشفت جهاز جديد لكشف السرقه. بجد؟ جربوه في امريكا مسكوا 50 حرامي. كويس. جربوه في العراق مسكوا 500 حرامي. طب ما جربوهوش هنا في مصر؟ الجهاز اتسرق يا نبيل، الجهاز اتسرق.
ده طبعا اقل واجب عندنا. ايه؟ شفت المصيبة بقى الكبيرة؟ ايه؟ ابويا هيتجوز مين؟ مين؟ الواد سكر الحليوة. يا نهار اسود، وازاي تسيب الموضوع يوصل لحد كده؟ لو كانت عمتك جت يا فالح ما كانش حصل كل ده. طب فكر نعمل ايه؟ فكر. انا متشائم اساسا من الحركة دي. ها؟ نطرد سكر والبنات تقول لهم ايه؟ عمتك ماتت؟ اه صح. فكر. بقول لك ايه؟ ها؟ احنا نلزق للواد سكر بحيث ان هو ما يستفرطش البنات، وابويا ياكل هو برطمان الشوكولاته بقى بمعرفته. يلا يا سكر. يا سكر. ولا يا سكر. سكر حلوة الدنيا سكر. تيرارارارارا. بسم الله. بس ايه ده؟ ايه سكر؟ سبحان الخلاق فيما خلق. يا رب ايه ده؟ ايه ده؟ انا واقف قدام مين وبرقص مع مين؟ مع مارلين مونرو؟ لا اخصى عليك يا ادري، ايه الشقاوة اللي انت بقيت فيها دي يا راجل؟ كنت فين يا سكر هاني؟ كنت بلعب عشرتين طاولة مع المعلم شاهين، زوخت منه وقلت له ان انا طالعه فوق على السطح وجيت لك على هنا. سكر هانم. نعم. هاو دو يو دو؟ اي لا 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 لا، كفايه تقريص بقى، انت تقرص والمعلم شاهين يقرص، كفايه تقريص بقى، حرام عليك. ده ايه ده؟ سكر هانم. نعم. انا قدام الجمال ده بنسى نفسي. انت مش مخلوقه من طين، انت مخلوقه من المظيه، من بلوظه، من مهلبيه، وانا بموت في المهلبيه. خرب بيت اللغوصه. ايه يا راجل، ده مش ممكن الشقاوة اللي انت فيها دي. مدام. افندم سيادة العميد. لا ارجوك ارجوك بقى ما تناديليش بسيادة العميد دي تاني من فضلك. ليه بس يا روح؟ لانها بتفكرني بالماضي، بتفكرني بالشخص اللي تسبب في خروجي من الجيش بدري بدري. ده يا ساتر، ده انسان دنيء، انا مستعد اقتله، مستعد اذبحه. صالك يا دودو، ده انت شكلك شايل منه على الاخر. شايل؟ ده انا لو شفته هديله 50 رصاصة وحدفينه 70 مرة وحطلعه كل مرة وادبحه مرة وانزله تاني في الارض واطلعه وادبحه وانزله وطلعه. طب سلام يا بيبي بقى، سلام. استني هنا، تعالي هنا، رايحة فين؟ انا اسف قوي، سامحيني اذا كنت قلت لك حاجة كده ولا كده ضايقتك. سامحتك. الله. سامحتك كتير. الله. قولي يا دودو. نعم. هو انت بعد ما سبت الجيش بقيت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في البن. ايه ده، اهواجي؟ ودي إيه؟ أنا من كبار رجال الأعمال في البلد في البن. ده أنت على كده راجل مظبوط. أنا مظبوط قوي وسكر زيادة كمان. سكر هاني. نعم يا روح. تسمحي تقبلي مني إزازة البرفان دي؟ الله، دي برفان ولا لمبة دي؟ والله منور. منورة. الله، ده أنا بموت في الريحة وشكلها غالية. الحمد لله. سكر هانم. نعم. اسمحي لي اكلمك بكل صراحة. انا في حياتي كلها ما بخافش غير من الصراحة دي. سكر هانم. نعم. تقبلي تكوني جوزتي؟ جوزتك ازاي يعني، هتشدني ولا ايه؟ يعني مش فاهمة جوزتك دي. بعد العمر ده جاي تنحرف النهارده يعني؟ لا انا مش قصدي يعني زوجتي يعني عقيلتي. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه؟ لا انت فاجئتني قوي يا ست العميد. يعني اتعشم؟ لا، لو كنت عايز تتعشم بحق وحقيقي. أيوة. تقدر تتعشم في ان انا ابقى زي اختك. اختي؟ او امك. ايه امي دي كمان؟ لا لا لا، اصل بص، طالما يعني الموضوع وصل للجواز يبقى لازم اصرحك بالحقيقه كلها. لازم انت تصرحيني. صرحيني. اصل انا ايه يا روح؟ اصل انا انا جربانه. بقى ايه؟ بقى ده ايه ده؟ ايه ده؟ جربانك؟ ها؟ طب ابعد كده شويه. ايه رايك في الجرب؟ رأيي ايه بس؟ مصيبة. قلت ايه؟ يعني انا موافق. الراجل ده اقول له جربانة يقول لي موافق. طب اعمل ايه؟ اصل انا واحدة ست كنت ماشي بطال. ايه؟ جربانة وماشية بطال؟ اصل انا عرفت في حياتي يجي 30 40. استنى انا كاتباهم في النوتة. نوتة؟ كل رجالتي في النوتة الصغيرة دي. شايل النوتة في صدرك؟ ده يشيل بلاوي. ده يشيلك لو جيت قعدت هنا. ده والله العظيم ده خسيت شوية. لا ومريح كمان. لا هيعجبك قوي. استنى اقول لك على رجالتي كلهم. اتفضلي. حسام. ايوه. ومحمد. وابراهيم 3 مرات. اشمعنى؟ ده
ابراهيم كنت عامله له عمل ابراهيم. لبت فيا كده ما خرجش. يعني بص كلهم على بعض كده يطلعوا 64 راجل ونص. ايه ونص؟ ايه راجل 64 راجل ونص دول؟ النص ده ده ابن واحد فيهم عجبني قلت صاحبه. يعني بربيه يعني للمستقبل يعني. ايه رايك؟ استغفر الله يا ساتر يا رب. ده ايه ده يا ساتر؟ ايه السكر هانم؟ نعم. ارجوكي انسي كل اللي قلته لك. الحمد لله. ارجوكي اديني زيت البرفان بتاعتي. اتفضل. ده يا تشيلك ما تسيبها لي. سيبها لي عشان لو النور قطع ولا حاجه. 64 راجل ونص بتربي الاطفال من دلوقتي للمستقبل يا ناس. الحمد لله ادينا خلصنا من اول طور. يا رب يا كريم يا مز. انت يا قمر. ايه ده يا مرضى؟ ايه ده يا دي انت ده يا دي انت ده؟ ايه يا واد يا جميل انت يا قمرايا؟ انت ازاي يا انت مدي ايدك على واحده ست قد امك وما تعرفهاش؟ ما اعرفهاش ايه؟ انا احمد بتاع الدور الخامس. يا بطه. ايه بتاع الدور الخامس ده؟ انت شغال على الاسانسير ولا ايه؟ اسانسير ايه؟ انا احمد اللي قابلتك تحت وبعت لك صوره ايتو. هو انت يا ابن الجزم؟ لا ما اعرفكش يا اخويا. ما نعرفك منين؟ وبعدين انت داخل كده يعني عايز تتحرش بانسه؟ اتحرش بايه؟ ايه يا سكر؟ انا احمد اللي ساكن في العماره اللي قصادكو وشفتك من البلكونه بتاعتنا وانت بتقلع الهدوم الحريمي وبتلبس الرجالي وبتلبس الحريمي وبتقلع الرجالي. يا انكل شاهين. انكل شاهين فين؟ انت جاي تسيح لامي يالا ولا ايه؟ ما تحترم نفسك يا ده. انت مش عايز تفتكرني؟ لا افتكرتك وانا اقدر انساك. ده انت لهفت مني الخمسة جنيه اللي كانت حيلتي. ايوه انا. هات ياض الخمسة جنيه. خمسة جنيه ايه؟ ده انا جاي لك عشان خاطر تقف جنبي. ده انا لازق فيك اهو. انا عايز خمسة جنيه جديدة. خمسة جنيه بتاعت ايه؟ تبرعوا لشراء دروجبا. لا ولا ايه؟ ولا دي رتبة ولا ميسي. يلا هات من هنا ياض. وحياة عيونك اللي شبه هيفاء وهبي. يا ربي. وحياة وسطك اللي شبه نانسي عجرم. شكلي حضعف. وحياة النار اللي حخشها علشان خاطر بكدب. طبعا طبعا نار. ده انت يعني يا دوبك ده انت هتخش بعد العرض على طول. ده تتبرعي ويا اللي بتلعب العب العب العب. ولا ايه؟ انا عايز افهم بقى. ايه بس في ايه؟ لما انت عارف ان انا راجل زي زيك. ايوه. ايه لزومه؟ العب العب والدلع اللي انت عايش لي فيه ده. انا بقى اللي عايز افهم. طالما انت راجل زي زيك لابس ستات ليه؟ اصل دي هدوم الشغل. شغل؟ ليه؟ اصل انا بقى بشتغل ممثل. حضرتك ممثل؟ يعني حضرتك مشهور وكده؟ حضرتك مثلت ايه قبل كده؟ نعم. حضرتك مثلت ايه قبل كده؟ الفيلم. ايوه فين السؤال؟ يلا اسال. الفيلم اللي مثلته ايه؟ يا دي الورطه السوداء. شفت فيلم الايدي الناعمه؟ شفت الايدي الناعمه طبعا. وانا كمان شفته. انا مش مفهوم ليه الفيلم اللي حضرتك مثلتيه. الفيلم ايه؟ الفيلم اسم الفيلم. شفت فيلم رصيف نمره 5؟ انا حافظه. شفت رصيف نمره 5. وانا كمان على فكره كمان بمثل. لا والله. مثلت ايه؟ شفت ايام السادات؟ شفته. افتكر بس. افتكر ايه؟ والمصحف شفته بتاع استاذ احمد زكي. والله العظيم شفته. طب انا هوريك مشهد من الفيلم عشان تفتكر. اقسم بالله لو شفتك يا نتنياهو لديك بالجزمه في اقل من 6 ساعات. الله. والله برافو. والله اي والله برافو عليك. شفته؟ لا كده ما شفتوش طبعا. ما شاء الله. على فكره موضوع التمثيل والكلام ده مش هيخيل عليا يا سكر. وعشان تبقى عارف بقى انا فائس كل حاجه. يعني انت سايب بيتك وجاي تفقس عندنا هنا؟ انا فائسك انت. انا اللي حبيط؟ نعناع. نعناع اللي حبيط؟ انت عايز حد يبيض وخلاص؟ ايوه. ده انا هعمل ايه؟ يا استاذ نعناع حكالي على كل حاجه. نعناع قال لك ايه؟ قال لي اللي انت عامل فتافيت السكر هانم المليونيره المشهوره صح؟ صح. وان الاستاذ نبيل اتفق معاك على 5000 جنيه مقابل كده صح؟ كله صح. ايوه. انت دلوقتي عايز مني انا ايه؟ من غير ما اطول عليك هقول لك بس لازم يكون الموضوع ده بيني وبينك. حاضر. انا عايزك تقف جنبي. ربت امي. اقف جنبك يعني ايه؟ انت انا مش فاهم. هو بصراحه مش انا. امال ايه؟ ماما. مالها؟ عايزك تقف جنبها. ده ايه العيله اللي لازقه في بعض دي؟ يا
عايزاني اقف جنبها ازاي ماما؟ بصراحه ماما كانت واقفه في البلكونه وشافتك وانت بتغير هدومك. قال فقال تستغلك يعني. استغلني ازاي؟ اصل احنا عندنا عزومه. لا والله؟ والله. طب وانا ايه دخلي؟ ما ماما مش هتقعد بقى تقشر وتنظف وكده. انت لازم تطبخي يا بط. انا اللي اطبخ؟ مبدئيا انا عايزين صواني بطاطسات. صواني بطاطسات؟ صواني بطاطسات. اوكي؟ صواني بطاطسات؟ بدي؟ الله، انتوا عازمين اقزام ولا ايه؟ لا، ما انت اللي هتكمل. انا اللي هكمل؟ ايوه. يعني دي الفكره. ايوه هي النهارده نشيل. خلاص عينيا. وعلى فكره نعم، انا بحب المحشي جدا. طب اقول له ايه بقى دلوقتي انا؟ طب ودي تتحشي منين يعني؟ بنيتك احشيها. تتحشي بالنية برضه؟ وكمل انت بقى. ده انا عينيا ليه. خلاص، وده كيس فاضي. هترجعه ولا ايه؟ لا، انت تملاه فاكهه. املاه فاكهه عينيا. خلاص، وكل ده في ظرف ربع ساعه. يعني امك بعتها لي خضار الاسبوع كله وعايزاني اعمله لها في ربع ساعه؟ ايوه، ما عشان تلحق تغسل. مين اللي هيغسل؟ انت يا بطه. يا اختي يا اختي، يلا استغلني كمان وكمان. انا عندي خروجه. عينيا ليه؟ والله بس جيب لك شويه غسيل تاخد بالك منهم والنبي. تلاقيك هتطلع لي شراب قد كده دلوقتي. لا عيب، ده شراب الاسره ولا ايه؟ خلاص تاخد بالك منه. عينيا. ومعايا برضو حاجه والنبي، اوعى تفرط في دي. ده ايه المدرسه المشتركه دي؟ لا، ده بخمس فيه انا وماما. لا انت فين وماما فين؟ انا هنا وماما هنا. طيب اوعى تخشوا في بعض بقى. لا ما تقلقش. خلاص، وبرضو والنبي امانه عليك، امانه عليك يا سكر، بلاش ميه سخنه. ليه؟ شفت النتيجه؟ ده كان ابو تريكه. ميه سخنه بقى عفروتو. يا نهار اسود، كان ابو تريكه ايام الناشئين بقى. خلاص، عينيا كل ده في ظرف نص ساعه. عينيا عشان عندي خروجه. عينيا ليك. عينيا سكر. نعم. يعني طلب من غير ما تزعل. أؤمر. ألاقيش معاك 50 جنيه؟ ألاقيش؟ خلصت من زمان. ألاقيش دي؟ ألاقيش يعني إيه ألاقيش؟ مش فاهم. ألاقيش معاك 50 جنيه؟ أيوة. قصدك اللي هو كوباية شاي وألاقيش تحط كوباية شاي؟ مش عايز أغمس أنا. فلوس. ألاقيش فلوس إيه؟ يلا هات من هنا. يلا 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 يلا. على فكرة اللي قدامك ده كان مذيع قد الدنيا، بس هو الحظ. ازاي؟ اشتغلت يوم واحد ورفضوني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بسبب قلت خبر غلط. يا نهار اسود. والله. ايه اللي حصل؟ هقول لك وانت احكم. وزير الزراعه طلع قرار بتخفيض سعر المانجا. تمام. انا طلعت على الهواء اتلخبطت. بدل ما اقول المانجو قلت قرار وزير الزراعه بتخفيض سعر البانجو ليكون في متناول جميع افراد الشعب. الدنيا اتقلبت ورفضوني. ده كان لازم يحبسوك مش يرفدوك. والله رفضوني. رفضوك عشان قلت بانجو؟ لا، عشان قلت ان سعره نزل. طبعا. ما دي كارثه برضه. خلاص. ربع ساعه جوه كل الحاجات دي كلها، خدها كله هيبقى ربع ساعه. حبيبه قلبي يا بطه. السلام عليكم يا ربيع. حبيبي فين؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشني. عامل ايه يا لا؟ ايوه حبيبي. ماما عامله ايه؟ بتسلم عليك كتير. مبسوطه من الغسيل؟ كله زي الفل. الاكل 100 100. ممكن اطلب منك طلب؟ امرني. نفسي تقف جنبي حبيبي. واحد ايه؟ ايه يلا؟ ايه؟ وقف جنبي مش عليا. اوكي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة. ايه ده؟ مفيش حاجة تيجي كده. أمال تيجي ازاي؟ تيجي كده. عليا النعمة كرهتيني في كل النسوان اللي في الدنيا. هوش ياض، النسوان اللي بتتحدف عليك ياض. هوش. بقول لك ايه، تعالى. أمرنا نجم. عايزك تاخد كل الغسيل ده كله في ظرف ربع ساعة، يبقى فلة شمعة منورة يا باشا. يخلص. وبعد ما تخلص عايزة بقى يعني صواني بطاطسات على صواني محشيات، عيش بقى يعني، عيش عزومة كاملة. يلا الله يبارك لنا. ماشي. ممكن اطلب منك طلب؟ امر. الاقيش معاك 50 جنيه؟ ده ايه المخبز اللي احنا قاعدين فيه ده؟ عايز ايه 50 جنيه؟ 50 يا اخوك يمشي بيها حاله. اوعى المخدات. عينيا ليك يا حبيبي. حياتي حياتي. ادي 50 اهي. الله يبارك لك يا باشا. السلام عليكم. بعد ما كنت بستقف الناس وبشتغلهم، بقوا كلهم بيشتغلوني دلوقتي. يا رب، انا ايه اللي ورطني الورطه السودا دي؟ ايه اللي خلاني اعمل كده؟ جيتك من اخر لبنان مشدوب ليه ولا الدبدوب؟ هديهولك بعد ما نخلص.
كنت في بريوت يعني رحله كده، ما لقيتش اصغر من دي عشان اجيبه لامها، حاجه على مقاسها كده. ايه ده؟ دبدوبين داخلين عليا؟ ما شاء الله، ايه العسليه ده؟ من اخر لبنان مشدوب، مش عارف بقى بعد كده. كتر خيرك انك قلت دول. والله العظيم عسل، ده شبهي. في منك كتير. والله شبهي. ما شاء الله، ميرسي على ذوقك. وحشتيني يا فدافيت. معقوله ما زهقتش من الطاوله انت يا راجل؟ انا قلت اجي العب معاك 10 الطاوله كده قبل ما البنات ييجوا. طب يلا نقعد نلعب. لا نلعب ايه؟ نقعد ايه واحنا واقفين كده؟ ليه؟ عشان يبقى حنكي في حنكك. حنكي في حنكي. ايوه. ما شاء الله واطي قوي ما شاء الله. يلا. يلا بص بقى. ايه؟ احنا هنعمل اتفاق. انا لو جبت دش هاخد منك 50 جنيه. ماشي. ولو ما جبتش دش هاخد منك 50 جنيه برضو. ايه رأيك؟ ماشي. دش. خش استحمى. ايه يا عم؟ خش استحمى، انت معفنة باين عليكي. خش استحمى. دش. ما هو لازم تستحمى في دشين عشان العفانه تطلع دش واحد. لا على فكره انت سوفاج وانا ما بلعبش مع الناس دي. وانا مش عايز العب طاوله. احسن بقى احسن. بقول لك ايه يا فتافيتو؟ نعم. وانا قاعد كده في بريوت. فين؟ في بريوت. يا دي الشنب اللي مبوظ الجمل كلها. قاعد عند صخره الروشه كده، نزل عليا الوحل، قلت اظروفك قصيده شعر. اظروفك. اظروفك. ايه رايك تسمعيها؟ ماشي ماشي. هي قصيدة اسمها يا عسى يا عسى. والنبي انت اللي عسى والله. الله يخليك. انا بقول فيها يا عسى يا عسى لو حبيتك والعطا عليا رسى. الله. يا مكسمة. يا مقسمة. ده حجمك قد المدرسة. قصدي الحضانة. حضانة يعني. أنا حجمي قد المدرسة؟ أيوة. طب ثواني أرن الجرس. يلا بقى خلي العيال تلعب بقى. يا دبابة نص جنزير، يا غيط يتلم جنبه الحمير. إيه يا عم ده؟ ما أنت بتقول قصيدة لحزمة برسيم ولا إيه؟ ده حبك ملك قلبي وخلاني زي الاسير، ومحدش يسقف عشان القصيده دي معفنه اساسا. الله، فكرتني بامير الشعراء. مين؟ وائل جمعه. ده فعلا امير الشعراء. لا وانت الصادق عديم الشعراء. بقول لك يا فتافيتو. ايه يا روح؟ معلش كلمتين على استنفراد كده. هو عيدك فتافيتو. يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انا بحبك، انا بحبك وعايز اتجوزك وعايز اخلف منك عيال، ودلوقتي بعد اذنهم. اوعى توافقوا. اوعى توافقوا. وبعدين هقول لك ايه يا روحي. ايه؟ الصراحه راحه وانت ما بتعرفش. يا ابو دافيتو ده في الفيلم بس. لا والله. فتافيتو انا بحبك الله يخليكي. نعم. وهفضل طول عمري اقولها لك. نعم. عايز اتجوزك واجيب منك عيال. انت عايز تجيب عيال؟ احنا ممكن نجيب كنتاكي. ايه رايك؟ يعني لقمه. ايه ده؟ ايه؟ الحقوني يا ناس، الحقوني. الراجل عايز كنتاكي. لا ولا قوة الا بالله يا رب. ايه يا عم انا لسه ما خرجتش. الله بتوحشني، ما بشوفكش انا خالص. يا بابا انت مش كنت صرفت نظر عن الجوازه المهببه دي؟ ايه اللي حصل تاني بس؟ رجعت افكر كله عشان مصلحتك انت وسعادتك يا نبيل. يا ابني انا خلاص كبرت وخدت حظي من الدنيا. يلا هتجوزها وامري الى الله علشان انت تحل مشاكلك الماليه وتقدر تتجوز ليلى. يا بابا انا اقدر احل مشاكلي بنفسي، انما انت هتتجوز واحده مشي مع 900 راجل قبل الجواز ليه؟ اعمل نفسي مش واخد بالي. الله يلا بلا قلب تمخل بقى. ايه ده يا بابا ده؟ ايه ده؟ مش عارف اتفيت عليه ان انا ايه. والله لا ما شاء الله. انتوا بتعملوا ايه؟ ولا حاجه. هنعمل ايه يعني يا حسره؟ نهايته يا بابا انت عارف بقى ان رجال الاعمال
ما يفوتوش فرصة زي دي أبداً تضيع من تحت إيدهم أبداً. علشان كده أنا هعتبر الجوازة دي بيزنس وهتجوزها. بس هي فين؟ الحقوني الحقوني. هوبا لا لا هوبا لا لا. مالك يا حبيبتي؟ مالك مالك الحقني يا بيه. ايه مالك؟ مالك بحبك يا فتافيت وانا لسه بصحتي وهتجوزك يعني. الف مبروك يا معلم شاهين. شيل شيل الراجل عاوز منك ايه؟ ده عايز اتجوزها ودلوقتي ادري بيه. سيبه يا بابا يتجوزها. بابا سيب. ايه ده؟ لا لا يجوزني ايه ده؟ عايز يجيب عيال وحطب. ايوه عايز اتجوزك واجيب عيال. تعالى يا بابا. يا بابا سيبه. بص ايه ده؟ انا اللي هتجوزها. انا اللي هتجوزها. بس ما كنتش عارفه ان انا سكسي قوي كده. ياك عليا لو ترضى بهواني. اي والله برضو التاني ليا. اصبر يا ايش يا ابو بنعليها براحتك. اصبر يا اسمراني. هلو عروسة النيل. يعني كاسين كمان وعبد الحليم هيدخل ولا ايه؟ Good evening young man. ايه باك مان اللي انت بتقوليها دي؟ كوبايه واقفه قدامك؟ متاسفه متاسفه. مساء الخير. مساء الفل على عيونك يا قمر. بقول لك ايه؟ ما تيجي ناخد كاسين مع بعض خلي الكلام يحلو وكده. ايه ده عيب كده؟ ايه اللي عيب كده؟ في ايه مالك؟ عايزه مين؟ من فضلك انا عايزه الاستاذ فريد ابو ورده. هو هنا؟ والله ما انا عارف احنا في شقه فريد ابو ورده ولا فريد ابو شاديه. اهو كله شغال ما تشغليش بالك. خليك انت معايا وناخد كاسين. ايه مالك في ايه؟ من فضلك. نعم عايزه الاستاذ فريد. مفيش فريد، في حليم. يمشي معاكي؟ حليم معاك بقى. بقول لك ايه، انا حاطه 10 كاسين في اوضه القرار، واللي يسالك عليا قولي له بيغني هناك. يا نهار ازرق، جت منين دي يا جدعان؟ يا خبر اسود. ايه ده؟ واتس جوينج اون؟ الله، حلوه قوي شقه فريد ابن اخوكي، فيري ستايلش. بس مفيش حد هنا غير حد مسطول خالص. ايوه، ما حضرتك قلتي له انك مش هتقدري تيجي عشان مسافه، بعد كده غيرتي رايي. حبيت اعمل له مفاجاه. انت عارفه انا ما شفتوش بقالي قد ايه؟ قد ايه؟ بقالي فوق العشرين سنة. كان قد كده، ده زي ابني تمام. ياه، طب خلاص ادينا قاعدين مستنيين. على فكرة بقى المنظر من هنا تحفة. ياه نير شكله فظيع. عارفة بحس ان النجوم بتغني وقلبي بيغني معاها كده. باين عليكي بتفكري في العفريت اللي قلتيلي عليه. ده كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه سكر الحليو. انا حبيته لانه كان شهم وكريم، حب ينقذ ابويا، لكن ابويا كان مات. فضلت ادور عليه كتير قوي بس اختفت، وده اللي خلاني اسافر امريكا واشتغل معاكي واستحمل الغربه في امريكا 7 سنين بعيد عن سكر حبيبي. اوه حبيبي حبيبي، فكرتيني بحبيبي. حبيبك؟ حبيبك مين ده؟ قصدي بار حبيبي بتاع تكساس. على فكره بقى سعد هاراني تليفونات على الموبايل. سعد؟ عايز ايه سعد؟ هيكون عايز ايه يعني؟ نفسه يشوفك. ارجوكي بليز بليز ماي دير، انا لا عايزه اسمع سيره سعد ولا تكساس ولا امريكا ولا اللي جرالي في امريكا. نو معقول؟ أدري المنيلاوي. ايه ده؟ هو حضرتك تعرفي صاحب الصورة دي؟ سبحان الله، اللي أعرفه ناهد. عارفة زمان لما كنت صغيرة أنا وأدري اتقابلنا فجأة وحبينا بعض فجأة وفارقنا بعض فجأة. ايه ده؟ ليه؟
سافرت امريكا فجاه. ياه، ولسه فاكراه لحد دلوقتي؟ اهو ده اللي ما يتنسيش ابدا. ده ياما اكلني ترمس وانا بموت في الترمس. بس غريبه قوي الصدفه دي، يعني جايه تزوري فريد ابن اخوكي عنده في البيت تلاقي صوره حبيبك القديم. طب ايه اللي جاب الصوره دي هنا؟ معرفش، تفتكري يكون لسه فاكرني؟ اكيد طبعا، اسم فتافيت السكر ده لا يمكن يتنسي. لا لا لا، وما عرفنيش بالاسم ده خالص، يعرفني باسم الحقيقي ياسمين. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده، هو انا كل ما ادخل الشقه دي الاقيها منبته ستات؟ ايه لا مؤاخذه حضرات، يلزم اي خدمه؟ انت يا فندم. انت؟ انا ايه؟ انت بتاع الترمس، انت قدر المنيلاوي بتاع الترمس. ترمس؟ ترمس يا هانم، ترمس ده كمان. اقصد كان زمان اسمك قدر المنيلاوي. ايوه زمان، ودلوقتي كمان. مش فاكرني يا قدري. والله يا هانم مانيش فاكر. مش فاكر. من 25 سنة يا قدري. 25 سنة؟ عايز انا افتكر من 25 سنة؟ انا فاكر كانت ايه امبارح. بص كده مش فاكرني خالص. والله انا اسف جدا يا هانم، مش فاكر حاجه خالص. يا استاذ افتكر، هو حضرتك مش من 25 سنه كنت بتاكل ترمس؟ ايه حكايه الترمس اللي طالعه لكم دي؟ ها؟ منبتوا ترمس كمان؟ لا حاجه مش معقوله ابدا. انتوا ايه؟ هربانين من مستشفى المجانين ولا ايه؟ ها؟ ادري. نعم. ادري. ما تفتكرش واحده اسمها ياسمين من 25 سنه. ياسمين؟ ياسمين من 25 سنة؟ ياسمين؟ ياسمين؟ ياسمين مش ممكن حبيبتي. ياسمين يا حبيبتي. مديرة أعمال ناهد. أهلا وسهلا ناهد، أهلا وسهلا. هاي. يا سلام، فاكرة فاكرة آخر مرة تقابلنا فيها كنت لابسة فستان أبيض وعليه فيونكة كبيرة زرقاء كده، كنت عاملة زي علبة المارون جلاسيه. والله تبقى فعلا لسه فاكرني. لسه فاكر يا 25 سنة يا ياسمين، سنين طويلة فاتت حصل فيهم حاجات كتيرة أوي. أنا دلوقتي عندي ولد. ايوه عندي ابن اسمه نبيل، اطول مني كده يجي بنص متر. ايوه والله ما اعرفش ليه من ورايا ازاي، مش عارف الحقيقه. انما يعني الحقيقه انا مش عارف اقول. انت لازم لما جيتي مصر سالتي على عنواني او دلوكي على عنوان ابني نبيل، الشقه اللي تحت دي هي. جيتي تسالي عليا ما لقيتنيش، طلعتي تسالي عليا هنا. ياسمين انا مش مصدقه اني بشوفك تاني. والله ولا انا كمان مش قادر اصدق. 25 سنه يا مفتريه، يا ساتر يا رب. على فكره احنا كنا النهارده هنا بنحتفل بعيد ميلاد عمه فريد ابو ورده. ما هي دي الشقه دي بتاعت فريد ابو ورده صديق ابني نبيل، دي الشقه بتاعته. كنا بنحتفل بقى هنا بعيد ميلاد عمته. ايه عمته؟ ايوه عمته، عمه فريد ابو ورده. ايوه عمته. وعمته دي تبقى موجودة هنا دلوقتي؟ ايوه موجودة هنا، قاعدة على باب العمارة بتلعب طاولة. وفريد هو اللي قال لك ان دي عمته؟ ايوه هو اللي قال لي. ايه مالك مهتمة قوي بالموضوع ده كده ليه؟ هي عمته دي اسمها فتافيت السكر هانم. واحدة جاية من امريكا. صوري. والست دي بتقول لي انها موجوده هنا. ايوه موجوده طبعا تحت. طب انا يعني احب اشوفها. لا ما لا لا، ان شاء الله بتشوفي حاجه. شوفيش وحش، تعالي معايا بقى. ليه؟ تعالي ليه؟ بس معايا دلوقتي اخدك في عربيتي الففك في شوارع الزمالك عشان تشوفي الحاله اللي وصلت لها شوارع الزمالك بعد 25 سنه. يلا بدأ. بس دي ست مشهوره وانا بحب اقابل المشهورين. يلا ولا تقابلي حد يا شيخه، تعالي بس كده يلا بينا. ارجوك خليني اشوفها. هتشوفي ايه بلانيله. يلا يلا. طب نهي تيجي معانا؟ لا انا هقعد هنا في البراندة اتفرج على النيل، اصل وحشني. يلا انتوا هفن. يلا يلا تعالي معايا نلفك بعربيتي في الهوا. طب هتاكلني ترمس؟ اوكلك ترمس ودوره مشوي كمان. يا راجل انت بس بقى.
يا راجل حرام عليك مش كده، جاي جري ورايا من الخرابه لغايه هنا يعني؟ مش ممكن كده ابدا. انا عايز افهم، انا في حاجه غلط؟ بسم الله ما شاء الله كلك على بعضك غلط في غلط. عليا النعوه ثلاث ارباع النسوان اللي في مستشفى المجانين دخلوها بسببي. طب وانت عايزني احصلهم ولا ايه؟ يا فتفيتو انا بحبك، انت كلك فتنه، كلك شيكس. شيكس؟ انت نانسي عجرم جنبك تبقى حسن حسني. لا اسمعي بقول لك عليه. لا 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 لا، من فضلك ما توقعنيش مع الزملاء بقى. لا وبعدين اقعد لنا بحته بقى بلبس العرق السوس اللي انت لابسه ده. ده من بريود. بريود؟ اه. انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل للمأذون يا فتفيتو. لا بص بقى، طالما الموضوع وصل للمأذون انا يعني مضطر اصرحك. صرحي بكل اللي انت عايزه تقوليه. اصل انا سكريه. وماله نضرب كاسين مع بعض ما فيهاش حاجه. انا امرتيه. نلعب كشتينة ونلعب التاج والهيل، بنلعب كل الالعاب. والشنب ده اكسسوار ولا ايه؟ يعني ايه يعني؟ مش فاهمه. مالك ومال الشنب؟ خش في المواضيع. وين الرجوله؟ موجوده. طيب بص، اصل انا فتاه ليل. فتاه ليل؟ حتى لو كنت فتاه نهار ما عنديش مشكله. اصل انا يعني كانثى بحب البس عريان. عريان خالص؟ خالص خالص. شلتي مليتي كده من غير حاجه؟ انت بتنقي جملك يعني. يعني مين الراجل اللي بتشتري منه الجمل ده؟ الله يكرمك. بتمشي في الشارع شلتي مليتي؟ اه شلتي مليتي كده، بمشي كده اشلط وملط. يا رب الرجوله تتحرك بقى. لا امشي شلتي مليتي. عارفه ليه؟ ليه؟ لسبب واحد، خلي الشعب يتمتع. الناس مضغوطة تعبانة. يعني انت تتجوزني عشان الشعب يتمتع؟ ايوه. خد الكبيرة بقى. هاتي الكبيرة. خد التقيلة وحاول تستحملها شوية. هاتيها. اصل انا راجل مش ست. انا بموت في الرجال. لا. يا رب اعمل فيه ايه طيب يا رب؟ والله العظيم ده انا ممكن اخش فيك اللومان، اوعى ما اعمل سكتي. ركب يا بنت. يا طنط يا طنط يا طنط. ايه ده؟ ايه؟ انت فين من الصبح؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت بتجري ورا طنط ليه؟ عايز منها ايه؟ ده موضوع بخلصه معاها، اروح لوحدي دلوقتي. يلا. لا انا عايزه طنط في موضوع مهم قوي. يا اختي القطه وحشاني، يلا روح بقى انت اتكل على الله. يلا. عمي 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 عمي. عايزه ايه؟ في اتنين ضيوف عايزينك في الشقه عندنا. انا عارف ان هم جايين، بس يلا روح انت كمان دلوقتي. ايه هو ده؟ ازيك يا طنط؟ يا اختي وحشتيني يا قطه والله. يلا بالاذن بقى انت روح لضيوفك. دول مش ضيوف يا فتافيه. امال ايه؟ ده اخويا مصدق واخويا مقدر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين بيصدق ومين مقدر دول؟ دول شابين حلوين جايبهم لكم من افغانستان عشان امنيه حياتي اشوفكم في الفخ. فخ؟ في الكوشه يعني. وبقى فتافيتو. نعم. وان منت هشوف مصدق ومقدر وجاي لك على طول ان شاء الله. يا رب بتوع الافغان ينفجروا في وش امه يا رب. ايه ده يا طنط؟ انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ من غلبي يا اختي من غلبي، خلاص بقيت عايز اطلع من هدومي. لا لا يا طنط، ده احنا عايزينك مبسوطه كده وسعيده لان احنا عايزينك في موضوع مهم قوي. قوي النبي يا طنط. خير يا قطه؟ اصل يا طنط موضوع الارسال اللي عمي جايبهم لنا ليا انا وليلى، احنا مش عايزينهم خالص. وبعدين ما 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 ايه المعزه اللي واقفه جنبي دي؟ يعني اقصد ما ينفعش جوزي يبقى اسمه مقدر. ايه مقدر ده؟ ايه الاسم الغريب ده؟ هو في حد اسمه مقدر؟ ولا انا يا طنط عايز يجوزني واحد اسمه مصدق؟ ولا يكون في بالك اي فكره. ليه؟ وعهد الله لجوزك البطل احمد عبد العزيز. ده كويس؟ عريض. قوي؟ ورايح جاي. يا بختك. شوفي بقى يا طنط، انا عايزه اقول لك حاجه مهمه. انت عارفه ان انا اخويا صعب قوي، متحكم في كل تصرفاتي، في دخولي، في خروجي، في فلوسي، وبعدين خايف، خايف يغصب عليا ويجوزني غصب عني ويحرمني من نبيل. لا يا البت دي خارجه من الاسطبل على هنا ولا ايه؟ وانا كمان يا طنط بحب فريد قوي وعايزه اتجوزه،
بس وطي صوتك يا كنت لحسن حد يسمعنا ماشي؟ وخايفة عمي يعني فريد لو تقدم لعمي عمي يرفض زي عوايله، وخصوصا ان هو ممكن يحرمني من الميراث ويسجنني. يسجنك ليه يا اختي؟ هي البلد ما فيهاش قانون؟ اصل انت مش فاهمة، اصل هو مكتب لي شيكات بديون الشركة وقال لي لو خالفت اوامره هيقدم الشيكات دي للنيابة ويسجنني، وانا بحب فريد قوي عايزة اتجوزه. وطي صوتك يا طنط لحسن حد يسمعنا. البت دي هبلة ولا ايه؟ والنعمة بظهر ايدي يا بت. انا عملت حاجة؟ عملت ايدي؟ شوفي بقى يا طنط، احنا عايزينك كده تخلص لنا الموضوع ده وتبقي حمامة السلام. او النبي يا طنط. صعب يا اختي. ليه؟ انا ممكن ابقى فيلة سلام، ديناصور سلام، لكن حمامة سلام دي هجيبها منين انا؟ اعملي بقى اللي انت عايزاه وخلص لنا الموضوع يا طنط. لا لا، اصل انا بصراحة بصراحة ماليش تأثير على المعلم شهيد. ازاي بس يا طنط مالكيش تأثير؟ ده بيجري وراكي في كل حته. اللي بتقوليه ده يا طنط ده انا بعيني يا دول شايفاه وهو بيموت. اي نعم يا فضحتك. انتوا شفتوا اللحظه السافله دي؟ لا يا طنط لا، مش احنا بس اللي شفناها، دي العماره كلها شافتك. وبالاماره كمان في واد كده امور طويل واسمه احمد، صوركوا صور جميله قوي. بص تحبي تتفرجي؟ يا خلاصي شفتي انا العريانه دي؟ ايوه. والنعمة ما قلعت، انتوا شفتوني قلعت قبل كده؟ لا والله ابدا، لا دي مش انا، لا الصور دي متفبركة. لا بدك ايه بس؟ مايو هو ده اللي فتحته جرسك؟ هو ليه حضرتك بس جرست طن؟ عشان صفيق. تعال يا صفيق تعال. تعال يا صفيق تعال. ايه انا؟ ايه؟ ايه اللي ايه؟ ايه؟ انت عايز مني ايه؟ عايزك تقف جنبي. الله يقبل هنا بقى. مش معقولة كده، أنا زهقت من الوقوف جنبك. أولاً دي نسخة من الصور، معايا 36 صورة أوضاع مختلفة. وأنا هيفاء وهبي ولا إيه؟ ليه أوضاع مختلفة؟ هقول لك أنا عايز إيه بصراحة. مساء الخير. مساء النور. أصل بصراحة ماما عاملة عندنا جمعية في العمارة، كل ساكن بيدفع استشاري 50 جنيه، وطبعاً ماما هتقبض الأول، فعايزين حضرتك تبقى ضيفة شرف العمارة. لا وعهد الله ما أنا داخل، أنا ماليش في الجمعيات. يعني مش هتدفع؟ لا مش هتدفع. خلاص يبقى سايح. ليه؟ على فكرة حضرتك هلاقي واحد صاحبي كوافير عنده السكر. عنده السكر. خلاص يا عسل. خلاص يا ماما خلاص. عايز إيه؟ عايز 50 جنيه. ده أنا بموت في الجمعيات. ده أنا عينيا ليك أنت وأمك. 30 جنيه؟ بتوع ايه؟ مش في فيلم صورتك بيه؟ شكلك مش هتدفع. على فكرة خلاص خلاص صورتك في كوت الناس اللي ما بتدفعش كانوا السكر. حرام. خلاص هتدفع؟ عايز 70 جنيه؟ بتوع ايه؟ مش في فوتوشوب قلعك؟ والنبي اشكرهولي اشكرهولي مطلعني مزة جامدة قوي. شكلك مش هتدفع. لا على فكرة حضرتك انا واحد صاحبي. خلاص ليه صاحبي؟ واحد صاحبي وزير وما جالوش السكر. ايوه كده. اشمعنى بقى ده؟ هو في وزير يجيله السكر؟ الشعب هو اللي يجيله السكر. اهو خلاص يا عم كده 100 100. ربنا يخليك. اس اس السلام عليكم. السلام يا عسل. واضح يا طنط، واضح من الفلوس اللي خرجت دي ان في علاقه وطيده بينك وبين الواد ده يا طنط. لا لا يعني دي كانت علاقه عابره كده ايام المراهقه وراحت لحالها خلاص. يعني ايه يا طنط ناويه تعملي لنا ايه؟ موافقه ولا لا؟ لا بصراحه بصراحه انا مش موافقه. والنعمة البت دي هبلة وعهد الله بقول لها مش موافقة. مرسي قوي قوي يا طنط، انا هروح بقى اجيب اخويا عشان تقولي له ان انت وافقتي. مرسي يا طنط. وانا هجيب لك عمي يا طنط، ربنا يخليكي. ده الهبل وراثة بقى. يعني انا مزوغ منه وهم رايحين يجيبوه لي لغاية هنا؟ طب وانا ايه اللي قعدني بقى في الشقة دي؟ طب ما انا انفد بجلدي وبرجلتي احسن لي. والله ما انا قاعد هنا لحظة واحدة لو سمحتي يا ناهد. الشكل ده مش غريب عليا، هو حضرتك ليك اخوات؟ اقول لها ايه وانا بالمنظر الموكوس ده بقى؟ بس انا متاكده اني شفتك في حته قبل كده. من بعيد لو سمحتي، لو سمحتي من بعيد، كلميني عن بعد، انا امراه تكره المواجهه. كلمي معايا خلي مسافه بينا كده. ايه ده؟ انت خايفه مني؟ لا مش خايفه، بس زي ما تقولي كده مش طايقه اتكلم مع حد. فهمت، يبقى انت اكيد حامل. يا بنت ده انا كده خلقت ربنا يا بنت. ايه ده؟ ما كانش قصدي. طب تعرف سكر الحليوه؟ ايه الاسماء الملزقه دي؟ ايه سكر الحليوه ده؟ لا انا ما اعرفوش. نفسي اعرف الغبي ده راح فين. غبي ليه بقى ان شاء الله؟ انت
دي زي اختي واحكي لك. زي اختك؟ يا دي الوكسه اللي انا فيها. في ليله من ليالي الصيف كنا في اسكندريه وقابلت سكر الحلاوه، تخيلت انه بيحبني. ده بيحبك بجنون يا بنت، مش بيحبك حب عادي. وانت عرفتي منين الكلام ده؟ لا انا يعني قصدي واحده حلوه زيك كده ولابسه اسود لازم يحبك طبعا، ما يحبكيش ليه؟ طب هو لو كان بيحبني ما قاليش ليه انه بيحبني؟ تلاقيه بيتكسف يا اختي، انا عارفه رجاله اليومين دول كلهم بيتكسفوا. مفيش حد بيتكسف اليومين دول، هو لو كان بيحبني بجد كان لازم يقول لي بحبك. بحبك؟ نعم. ايه يا عم المزيكا الرومانسي دي، انت بتسيح لي ولا ايه؟ لا انا قصدي طبعا كان لازم يقول لك انه بيحبك، بس مش ده المهم دلوقتي، المهم يا ترى بقى انت بتحبيه؟ اه بحبه قوي، ده انا اشتغلت مضيفه في طيران عشان انزف سفريتي ورحلاتي وبرده ما نسيتوش. ما نسيتوش؟ لا. هاتي بوسه يا بنت. تي ايه طنط طنط، خليكي بس. لا اوه ايه يا طنط، خليكي بس. وات What's the meaning of this? Now, had you come here? ده ايه النايل تي في اللي دخل علينا ده؟ يا ربي كل المحطات اجنبي اجنبي اجنبي. عايشين فين هنا؟ ايه ده يا ست انت؟ ايه؟ البوس مش بالعافيه. لا مش بالعافيه، ان شاء الله البوس هيبقى برضاها، دي حبيبتي دي والنبي بوس. في ايه بقى تاني؟ خليكي بعيد عنهم. بصي خليكي بعيد عنهم. في ايه؟ ايه مالهم؟ ايه في ايه؟ في ايه ده يا سكر؟ ايه في ايه؟ مين دي؟ الحاجه دي؟ دي فتفيت السكر هاني. ايه ده ايه ده؟ صوري. مالك يا اختي في ايه؟ طبعا ليكي حق، ما انت مش متابعه الموديلات الجديده. والله هي هي، الفرق كله في الاكسدامات والفوانيس، لكن الصالون هو هو والله. بقول لك ايه بقى، ريحني عشان انا خلاص اعصابي فارط. ريحني من فضلك، قول لي بقى مين دي؟ دي؟ اه دي ياسمين هانم، حب القديم. حبك القديم؟ قشطه. هاتي بص يا بنت، انت كل شويه لسه منه والله. ايه ده؟ ايه ده؟ معرفش ايه الست دي؟ ايدي وجعتني. طب تعالي تعالي اديلك حاجه مسكنه من هنا. دي لا يمكن، ايه ده؟ تعالي في الاوضه بتاعتي. باي باي. ضروري عنده حاجات. باي باي يا ناهد. باي باي. سم كده. ما تبطلوا حقد بقى، كتكونيلة مالتوا البلد. مش عارفة كده الستات بتغير من بعضها. إمكانيات دي إمكانيات، تروحي فين انتي بالحاجات دي؟ انتي ليه محسساني انك هترجعي في وشي كده؟ بالعكس انا كنت مشتاقة جدا قبلك فتافيت السكر هاني. والله انا كل الستات كده بيبقى نفسهم يقابلوني عشان انا ست جذابه. واضح واضح. انا بس كنت عايزه اقابلك عشان حاجه تانية. ايه؟ اصلي كنت اعرف المرحوم جوزك. تصدق انا كمان كنت اعرف المرحوم جوزي. يلا بقى الله يكحمه مطرح ما راح. ده ايه الورطه السودا دي؟ وحضرتك بقى كلك كنت ساكنة معاه في أمريكا، عايشة معاه في أمريكا؟ ملحق في دمنهور يعني؟ يعني أسيبه هو في أمريكا؟ آه طبعاً كنت معاه في أمريكا. والراديو دخلوك في أمريكا؟ لو ما في أمريكا ما بيدخلوش تريلات ولا إيه؟ دخلت بس على مرتين. النص اللي تحت مرة واللي فوق مرة. ما دخلتش من السير مرة واحدة كده. وعلى كده بقى ضروري بتتكلم انجليزي. وي. وفرنساوي كمان؟ يس اوف كورس.
وفي أمريكا بقى كنتوا عايشين فين؟ في الميدان. فين؟ في الميدان. ميدان ميدان. أوه يعني تايم سكوير. إيه الأسماء البيئة دي؟ لا اسمه كيسا. إيه؟ كيسا. تاني كده؟ هما هناك يقولوا كيسا، احنا هنا نقول جيزة عادي. ما رحتوش كيسا قبل كده؟ جنب الصني بتاع كسري؟ كيسا ميدان تفهملوش طريق، كله طايق. والله انت كده دمك شربات خالص. انما انت اللي عسل يا والله عسل. والله بتركب الهوا بجد والله. ده ايه الست المجنونه دي؟ كل ده مش مهم، اهم حاجه ان انا شفت البت ناهت. وده سكر مين المزه قد اللي طلع تعمل كده دي؟ مين دي؟ بس انا سالت ابوك، ابوك قال لي عليها ان اسمها ياسمين، وبيقول عليها حب القديم. لا يا راجل. اه والله. ومين البت المخلبزه اللي طلعت دي عامله تقول اي اي هاو 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 كده؟ انت شفت كلبه خارجه ولا ايه يا ابني؟ دي ناهت، ناهت السكرتيره بتاعتها، وحبيبتي، حبيبتي اللي ربنا بعتها لي من السماء. اخوانا انا من ساعه ما شفت ناهد وانا مش طايق اقعد بالمنظر ده. انا نفسي ارجع راجل تاني بقى. بتعمل ايه انت؟ اتجننت ولا ايه؟ انت كده هتودينا في داهيه. ماليش دعوه، انا نفسي اقعد مع حبيبتي، نفسي الغيها زي ما انتوا بتعملوا مع حبايبكم، نفسي اكلمها اعاكسها ابوسها. ابوسها يا سكر، ما تبقاش عبيط. انا لو ما كنتش عبيط ما كنتش وافقت تعملوا فيا اللي انتوا عملتوه. انا المفروض يشتبوني من نقابه الرجاله. يا سكر يا سكر، انت صاحبنا ولازم تستحمل. استحمل لحد امتى؟ لحد ما اتجوز سلوى. وانا اتجوز ليلى. انا كمان عايز اتجوز ناهد. طب مش عشان تتجوز مش لازمك شقه؟ طبعا. لازمك شبكه؟ طبعا. لازمك مهر؟ طبعا. لازمك شقه؟ وانا هتجوز وانا هتجوز في شقتين ولا ايه؟ ده هي شقه واحده وان شاء الله يكون الحمام مشترك حتى. طب يعني انت لازمك دول يا معلم ولا ايه؟ يا ابن الايه؟ طويل وعارف نقطة ضعفي، خلاص أنا موافق، بس أهم حاجة تحوشوا عني المعلم شاهين الزلط الزفت ده. لا ما تقلقش، موضوع المعلم شاهين ده قرب يخلص خلاص. يخلص ازاي؟ أهو المعلم شاهين اشترط إنه عشان يوافق إن أنا وفريد نتجوز ليلى وسلوى، إن إحنا الأول نشهد على عقد جوازه هو. جوازه من مين؟ جوازه منك طبعًا، يعني يكون من مين؟ غريبة. النبي لينا على بعض. لا يا راجل. اه والله. طب وفي ليله الدخله اقول له ايه؟ خدت انتبيوتك وبقيت راجل؟ وعهد الله ما انا قاعد لكم فيها ثانيه واحده. استنى يا سكر. يا نهار اسود، يا نهار اسود. مالك يا حبيبي؟ مالك في ايه؟ سكر مش يا نبيل. ما انا عجيب ومتخلف. ودي معاك يا سكر. ولا يا معلم شاهين اسمع مني بس. يا معلم شاهين اسمع مني. اسمع منك ايه يا ابني؟ انا ماليش في الكوره والحاجات دي. والله اللعيب ده ما يتعوضش. لعيب مين؟ بقول لك ماليش في الكوره. والله اللعيب ما يتعوض. اسمه ايه؟ رفيق بن عليش. ايه بن عليش ده؟ رفيق بن عليش. ايوه مش ده الجدع الجزائري؟ ايوه اهو اللي الحكم طلع له الورقه الحمراء وطلعه بره. وطرده بره خالص. اه يا راجل، ده وكاسهم وكاس المدرب. ليه؟ هو المدرب بتاعهم اسمه ايه؟ رابح سعدان. هو دلوقتي بقى اسمه خاسر زعلان. اه والله. وقاعد يعني تحت كوبري اكتوبر عمال يعيط. بلاش اللعيب ده اساسا. اه. هقول لك، طب جيب لك لعيب تاني. ما بلاش، انت عايز تعمل اي مصلحه معايا؟ بصراحه اه. قول لي على اي اسم لعيب اجيبه لك. طب ما تجيب لي الواد اللي طالع موضه ده. قول لي اسمه. الصغير ده اللي بيجيب جوان كل اسمه. هو بقاله فتره ما بيجيبش جوان. يا عم قول لي اسمه. هو لا اسم حد من عيلتك. حد من عيلتي انا؟ امك، ابو اللي جاب امك، حاجه كده. جده. ايوه هو جده. لا بس ده غالي قوي يا معلم. ليه؟ If you want to buy him give me 15 18 باوند. انا فاكره الفيلم ده. اه. بلاش لعيبه. بلاش لعيبه. اجي لك في منطقه تانية. منطقه تانية. عامل ايه مع القطه؟ القطه؟ القطه. بوكلها سمك واشربها لبن كل يوم. يا عم القطه المزه يا عم. المزه. المزه. اسكت يا محمد. اسم احمد.
محمد واحمد عادي يعني ما فيهاش حاجه. اسم احمد. ماشي يا محمد. المزه تعباني قوي، فتافيت دي مطلعه عيني. طب واللي يقول لك على وصفه يا معلم تخليها تعبدك وتنزل تقول لك انا بحبك يا معلم شاهين؟ ابقى من ايده دي لايده دي. خد بالك اللي قدامك ده خبره في المزز. واضح. هقول لك بقى. بس عشان اقول لك على الدخله الصح لازم اعرف العيب اللي بتعمله فين. انا ما فيش عيب. انا ما انت ممكن تكون بتعمل حاجه دي اللي بتقفلها منك. اوكي. فانا اعتبرني فتافيت السكر. تمام. وانت معلم شاهين وريني بتعمل معاها ايه. بس فتافيت مش كده. ايوه هي متكوكه كده. حلو كده. متكوكه في نفسها. تمام. خش عليا. انا بخش عليها اقول لها كلمتين حلوين يعني. قول لي يا صفايح الزبده السايحه، يا سم يا براميل القشطه النايحه، بس بقى يا ارض فشاخي ما عليك. ايه غلط ولا ايه؟ فشاخي ايه يا ريس؟ انت شفت الفيلم غلط. ما بيقولش كده تماما. انا مالي بيه، انا اللي بقول. ماشي. غلط يا معلم الدخله دي خالص. اصل كل ست وليها دخله، الطويله ليها دخله، القصيره ليها دخله، حتى المدكوكه دي ليها دخله. انا عايز دخله المدكوكه ايه؟ الصحة على قفاها. يا راجل انت اول ما تشوفها تضربها على قفاها. يعني اشوفها ظروفها على قفاها على طول؟ ظروفها على قفاها تلاقيها ركعه تحديك وتقول لك بحبك يا معلم شاهين. حلو ده. وهو ده السخن. حلو قوي. اديك الساقع. ماشي. شريط كوكتيل. فراوله على رمان على موز كده. يا ريس شريط كوكتيل اغالي يا ريس. اسمه توب تيل. توب تيل. ايوه. انا غبي معلش. ماشي. ده تشغله لها. ليه بقى؟ اغاني رومانسيات. حلو. ترقص معاها تقول لها بحبك، بعد ما ضربتها تحس ان انت قوي وضعيف في نفس الوقت. واضح انك واد 100 100. عيب عليك يا بطه. ماشي حط. هشغله لك خلاص؟ لا ما تشغلوش، حط الشريط وانا اما تيجي ايه انا اشغله. خلاص انا محضر لك اغنيه مفاجاه. ماشي. يعني هتتفاجئ. خلاص انا هشغلك الشريط. ما تشغلوش، جهزه بس. هجهز الشريط. ان شاء الله هجهز الشريط. اذا ربنا اراد هجهز الشريط. ما تقول لابوك يغير الكاسيت ده. قول لي ابويا ازاي يعني؟ انت مش ابن المنتج؟ قول له ده في العتبه ب 70 جنيه يعني. مش لما يقبضني الاول. على رايك ونقبض احنا كمان. خلاص انا حضرت لك الشريط اهو يا معلم. كله تمام خلاص؟ يبقى اول ما تشوفها تضربها على قفاها. حلو. هتجري قدامك زي المعزه الزرايبي. اسالني انا، القرعه دي مش من فراغ. ايه حكايه الافلام معاك؟ خلاص يا معلم. خلاص ماشي. يبقى سخن وايه وساقع. وافتكر رشدي اباظه في الزوجه 13. مين رشدي اباظه؟ اللي هو شبهك. سبحان الله الخالق الناطق، حاجه عجيبه. خلاص يا معلم. انا مش عارف اقول لك يا محمد، ربنا يخليك. انت مين موضوع، مين اللي قال لك على موضوع محمد واحمد ده؟ انا بقول لك يا محمد بس افهمك الموضوع. بابا كان عايز يسميني محمد وماما عايزاني محمد، فاتخانقوا، فجدتي وما بيها بتحبش امي اساسا، فقالت لي اسميها محمد. لما خلفتني قالوا محمد، فاحمد ومحمد، احمد ومحمد. طب واللي عايز ينده لك يقول لك ايه؟ يا جلال. جلال ايه؟ جلال ايه يا هبل؟ انا ايه الهبل اللي انا عايش فيه ده؟ هو قال لي ايه؟ مزيكا الاول ولا قفا الاول؟ قفا الاول؟ بابا بالقفا على وشه. الحمد لله الحمد لله. خرب بيت رجل امك يا لهوي. الشعر قد كده. ما سمعتيش؟ مش في حاجات بتتعمل دلوقتي؟ يا سلام، ما كنت تستخدمها في شنبك. بقول لك يا فتافيت. نعم. انا جبت حته ميوزيكانتو كده عايزين نسمعها. ميوزيكانتو؟ حته رومانتيكي كده عايزين نسمعها مع بعض. يا لا والله. اه مزيكا. مزيكا، وانت عارفه المزيكا غذاء الروح. طب سمعني عشان جعانه. طب تعال تعالي هسمعك. يلا هوبا. دي مصر كبيرة أوي يا جدعان. لو أنت فاكر إن أنا كده هحبك. أمال إيه؟ ده أنا كده أحب مصر كلها. يا دي النيلة. منك لله محمد، يبقى الوصفة غلط. اسمه أحمد.
يبقى ده معاد الظرف على قفا قفا ونخلص. بقول لك ايه يا فتافيه؟ نعم. ايه اللي في فستانك ده؟ يا لهوي ياما يا خرابي يا دي الليله السودا ياما، ايه ده يا الحاج؟ عبيط ولا ايه؟ دي غبيه قوي مش فاهمه. ايه ده؟ صرصار على الحيطه ياما يا خرابي، الله جميل رايح للبورصه الله. ده لسع قوي حبي شعوطه. شفتش غباء بالشكل ده؟ ما تخلصي امي بقى. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ظروفك على قفاكي واخلص. يخيبك ما تقول لي وطي. وطي اهو اهو. اهدى عليا يا ابني انت وهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ ايه المقشه اللي دخلت علينا دي؟ اهدى، ده يمشي دقن وشنب. لا يا راجل، ده المأذون اللي هيكتب كتابك يا حلوه. كتاب انا؟ ايوه والله ما انا قاعده لكم فيها يا غبي. ده نعناع اللي شغال عندنا بيحط ايده على بقي وبيصيح هو. يلا يا نعناع. ولا يلا يا ست المأذون. وات خش رايح جوه في الصالون شويه. يلا يا استاذ نبيل. يا معلم، انا اتفاقي زي ما هو، المأذون الليله دي يكتب كتابي على فتافيت السكر، وهخليه يكتب كتابك على ليلى وانت على سلوى. الله، طب فين ليلى وسلوى بقى؟ موجودين. تعالى ليلى انت وسلوى. لو سمحت ده لازق قوي. بس يا مصدق بس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي احجام الموبايلات اختلفت عن زمان، وكانوا بيتحطوا فوق، ايه اللي نزلهم تحت هنا؟ مين دول يا معلم شهيد؟ انا هقول لك مين دول. قول لي. اسمع بقى، العيال دي فنانين قوي في افغانستان. دول؟ ده نجم سينما هناك ده. بجد؟ ده اللي عمل افاتار. وده لما عملوا نص الفوقاني طار ولا ايه؟ لا زي ما هو كده، بس سموه افاتار ولا العار. عشان تبقى عارف، انا اسف. عارف ده مين؟ عارف ده قريب مين؟ مين؟ ده يبقى اخو هشام عباس. ده اخو هشام عباس؟ اخو هشام عباس الصغير. ازاي؟ ما بتشوفش هشام طول ما هو ماشي، فينو حبيبي فينو؟ بس لازم تعرف الحاجات دي. يلا ها جاهزين؟ يرضيك يا طنط انا اتجوز ده. وانا يا طنط يرضيك اني دايما نصيبي. بس يا قطه بس عشان حينام بس. ميعاد نومه جه. ما فيش أعلى من لبن الأم. لبن الأم؟ لا يا نهار، والله العظيم غلطانين. والنعمة ده جايب لكم لقطة ده. دول؟ ده يبات في علبة كبريت ما يقولش لا ده. والله تنيميه في الدولاب براحتك يعني. ولا عايز تتجوز مين؟ اه. زاولة، هي اللغة الأفغانية صعبة كده. وأنت قاعد عايز تتجوز مين؟ لوريا، لوريا أنكر، لوريا 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 لوريا. بحبها وخلي ساكن حبها. ممثل عايز يثبت نفسه. مجتهد قوي، مجتهد قوي والله. بنتي يا ليلى، اوعي يا بنت تسيبيه يطلع على الحيطه يا بنت، وخلي في شنطتك شبشب باستمرار على قفا امه على طول. يلا روحوا جهزوا انتوا دلوقتي. انا عايز افهم، انا هجهز على دول ولا على دول؟ انا اللي اختاره بمزاجي، يا اما تتجوزوا دول يا اما تتجوزوا دول. ايه يا حرام عليك بقى والله. والله هموتهولك. ابا شيلي يا ابا. شيلي معلش. بنت يا ليلى، شاحن نوكيا سن رفيع بسرعه. انا بقول مبروك يا معلم شهيد. الله يخليك. ألف مبروك حبيبة قلبي، والله العظيم فرحت لك يا بطة. ياد هو أبوك جايبك تقرفنا يالا. هو منقيك ليا يعني. مبروك يا معلم شهيد. شكرا يا محمد. اسمي طلعت. يا مأذون. أمرني يا معلم. ربيت شكل أمك، مش شكل مأذون ده خالص. بقول لك إيه يا عم الحاج؟ أمرني. يلا افتح الكتاب وشمر كمك.
وقال لي الجواب. اه وسمعنا زغروطه كده. انا اللي هزغرط. اديها. مش كده؟ ايوه يا ستي زغريت. عشان ايه دي؟ خلاص ظهر انه تم كتاب سكر هانم على المعلم شاهين الزلط. انا مش عارف الراجل ده الا ازاي اتخبط في نافوخ ويتجوز واحده ست زي دي. ده ايه؟ يدفع المصاريف دي كلها ويتجوز في انتصر ميه ده. كده 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 والله كده. ها انا سمعت ان اللي مش عاجباك دي كنت عايز تتجوزها. ايوه كانت وزت شيطان بس الحمد لله نفدنا منها بعجوزة الحمد لله. يا ساتر ايه دي؟ سواء واحد غيرك كان لازم يحسده. احسده على ايه؟ ده انا هعزيه. تعزيه؟ اه طبعا. دي عندها مليارات الدولارات ويا. وعندها قصور في 4 قارات ولو عندها 12 بنك في سويسرا. يا ست تغور بكل ده ما يغور من وشها. خلاص كده؟ طب وانا؟ انتي انتي ياسمين انتي الحب كله، انتي السعاده اللي انا مستنيها في حياتي يا حبيبي. يا حبيبه قلبي. ادري؟ نعم. في حاجة لازم تعرفها عني. ايه يا حبيبتي؟ أنا فعلاً اسمي ياسمين. أيوة طبعاً. بس ليا اسم تاني، اسم شهرة. اسم شهرة؟ أيوة. ايه هو؟ اسم الشهرة فتافيت السكر. ايه؟ فتافيت السكر؟ أمال ال الفتافيت المهببه اللي بره دي؟ واحده نصابه ضروري. لا والله. يا مستر سعد اوعي من وشك. سعد ما ينفعش كده يا مستر سعد. اوعي من وشي يا ناس. مستر سعد لو سمحت. يا مستر سعد ما ينفعش كده يا مستر سعد. لو سمحت يا مستر سعد. فين فتافيت السكر؟ انا عايز افور، انا عايز اناو ناو ناو ناو. ايه ده انت مين انت؟ انا سعد الدين فتح السعد بار وكافيه حبيبي دايما بتفسس وجاي عشان اتجوز مدام فتافيت السكر. اتجوزها فورا، اتجوزها ناو ناو ناو. اوه اوه ماي جاد. Thank you my God, my love. سعد انت جاي من امريكا عشان تتجوزني؟ Yes my love. Now 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 now. تتجوز مين يا جدع انت؟ فتافيت السكر my love وهكون my wife. فتافيت السكر اتجوزت خلاص. اتجوزت؟ هاو 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 هاو. اتجوزتني انا اللي واقف قدامك ده. اتجوزتك انت؟ ايوه. امتى؟ ناو ناو ناو. ايه وفرحنا لله دي كمان. انت مين؟ انا مين؟ انا ادري المنيلاوي بيه. مش عاجبك؟ جوزتك انت؟ ايوه انا هو. اذن انت غريمي. ايه؟ فلنتقابل في الخلاء. خلاء؟ معاك سيفك ومعايا سيفي. سيفي؟ ويلا انت يا منيلاوي. انت ما تعرفنيش. ده انا مجنون. مجنون جدا. مجنون كريزي. كريزي ريزي. واللي ياخد مني فتافيت السكر اقتله. اي كيل يو يا منيلاوي. استناني برا. برا فين؟ انا راح اجيب سيفي والفرح هقلبه بلاك بلاك لاك لاك. هات السيف يا ولد. مس فتافيت لازم الحق عشان كده هيبوظ الليله. اجري مستر سعد. ده مهووس ده ولا ايه؟ لكن ادري انت ليه قلت له ان احنا اتجوزنا؟ علشان هنتجوز دلوقتي حالا. المأذون اللي كتب كتاب نبيل على ليلى وفريد على سلوى هيكتب كتابنا احنا الاثنين دلوقتي حالا. مش نصبر شويه؟ نصبر ايه؟ ده انا صبرت كتير. 25 سنه يا مفترية كتير قوي قوي قوي. يلا بينا الى المأذون يا حبيبي. مأذون استنانا مأذون احنا جايين لك. حضر ورقك يا مأذون. We'll be right back.
انت بتبص لي كده ليه؟ كل مرة بشوفك فيها يبقى نفسي يا نهار اسود. ايه يا واطي؟ مش مصدقه يا نبيل. ايه ده؟ اتجوزنا بسرعه كده؟ شفتي؟ بس انت نسيت تقول لي حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ما نسيتش حاجه انا. حاجه مهمه قوي قوي قوي. ايه هي الحاجه دي؟ بحبك. مسرحيه جايه بقى، الناس عايزه تنام، خلاص كفايه كده. ليلى انا شرحت لك ظروفي الماديه كويس صح؟ انا راجل لسه ببدا حياتي، بس اوعدك هجتهد لحد ما ابقى نجم كبير قوي. ولا انت ندمانه ولا ايه؟ اندم على ايه؟ على الحياه الفاضيه اللي انا كنت عايشاها؟ بالعكس، دلوقتي في حاجات كتيرة قوي هتشغلني. هيشغلني جوزي وبيتي وبيبي بقى صغير. انت مستعجل قوي. سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني. روح يا سلوى. الله يبارك فيك يا نبيل. ده فريد بحييك على البوفيه بصراحه، 10 على 10 والله العظيم، وخصوصا العصاير، وخصوصا بقى عصير الجوافه، تحفه تحفه. بس انا ما جبتش عصير جوافه يا نبيل. ولا المحطوط في الكيس الاسود اللي جنب الثلاجه ده ايه؟ انت شربت من الكيس الاسود اللي جنب التلاجة؟ ده انا كنت لسه مرجع فيه يا نبيل. سامحني يا رب، سامحني، سامحني يا رب. يسامحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا مش عارفة. انت زعلان عشان اتجوزتني يا فريد؟ لا ابدا ابدا اطلاقا، بس اصلي هموت من الضحك. يا حبيبي طبعا تلاقيك مبسوط علشان خلاص اخيرا اتكتب كتابنا وخلصت خلاص من عم المعلم شاهين صح؟ معلم شاهين؟ يا عيني عليك يا معلم شاهين، يا عيني عليك. هو فين؟ هو فين؟ فين المجلاوي؟ انا جبته سيفي، انا عايزه فورا، عايزه ناو 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 ناو. خير يا استاذ سلاحف النينجا؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا سعد الدين فتحي صبار وكافيه حبيبي دايما، وجاي عشان امارس غريبي واتجوز فاطمه السكر. اتجوزها فورا، اتجوزها ناو 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 ناو. تتجوز مين انت؟ مدام فتافيت السكر، ماي لاف هتكون ماي وايف. مدام فتافيت السكر اتجوزت، فوت علينا بكره بقى. انا عارف اني اتجوزت المنيلاوي، هبارزه واقتله واتجوزها فورا وناو ناو ناو ناو. لا حضرتك فاهم غلط، مدام فتافيت السكر اتجوزت اخويا المعلم شاهين الزالر. ايوه. ايه ده؟ يا كل شويه اتغير. ايه؟ مره منيلاوي ومره زلط، انا هقتل زلط. انت زلط. لا انا ورقه ورقه. نعم انت زلط. روح يا بريد. هيكيلو ولا اجري يا سلوى وانا هشغله. هيكيلو ولا فين فتافيت؟ ولا فتافيت سكر اهي. انت فين فتافيت؟ ده مجنون، ده ده مجنون. طبعا رسمي. ايه ده؟ هي فين؟ يا عم اهدى بس. هي فين؟ انا اهو. ايه الدوشه دي يا سعد؟ عايز ايه؟ بحبك بحبك وعايز اتجوزك يا فتافيت السكر. دي مش فتافيت السكر. فتافيت السكر. فتافيت السكر اتجوزت خلاص. اهي انا فتافيت السكر. ايه؟ عمتي عملت كده ليه يا فريد؟ ما تلومينيش عمتي، انا كدبت وعملت كده عشان البنت اللي انا بحبها ما تروحش مني. ما تلومينيش، لومي نفسك انت. انت اللي سافرتي امريكا وقعدتي 20 سنه ونسيتي ان في بني ادم من لحمك ومن دمك عايش وحيد من غير لا اب ولا ام ولا عيله، جاي دلوقتي تدوري عليا؟ سبتيني ليه يا عمتي؟ سبتيني ليه؟ سبتيني ليه؟ استنى يا دي، انت ما تبصش غير لما نتاكد. ايه قله الادب دي؟ مش حضرتك اسمك ياسمين برضو؟ ايوه اسمها الحقيقي ياسمين، بس اسم الشهرة فتافيت السكر. وباركولي بقى يا أولاد، خلاص أنا اتجوزت فتافيت السكر غانم. خير؟ لا لا ليه؟ ليه تعملي بيا كده؟ أسافر أمريكا من غيرك؟ ليه؟ وأنت خلاص اتجوزت على فتافيت السكر
طب سيب لي فتفوته يا راجل. لا لازم اسافر امريكا وانساكي، لازم انساكي، لازم انساكي، انساكي انساكي انساكي، لازم انساكي. معلش بقى تاكس امريكا. الله يخليك يا ابني نبيل. نعم. انا عايز افهم دلوقتي اخويا اتجوز مين؟ اتجوز ايوه فريد عامل معلم شاهين اتجوز مين؟ ما تتكلموا. واحدة واحدة نصابة طبعا. لا 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 ما بديهاش بقى، الحكاية اتكشفت بصراحة كده. اخوك اتجوز واحد صاحب وصاحب انا كمان. يلا بقى. يعني اللي عمالة تبصنا دي واحد راجل؟ لا ما انا ما سكتلوش، كنت بزعق له انا. بعدين ليلى انا عملت كده عشان بحبك، عشان نتجوز، وادينا اتجوزنا اهو خلاص. ده مش مبرر يا نبيل، اخفى عليك. بقى راجل، بقى راجل وبيمثل شخصيتي انا. على طول البوليس، الانتربول، الاف بي اي بسرعه. هبلغ البوليس. لا بابا بس ثانيه واحده يا بابا، ده مش نصاب، ده صاحبي جدا. ايه صاحبك جدا ده كمان؟ تعرفه منين؟ ايه اسمه؟ ايه ده؟ ما بلاش انت. يعني هو بصراحه اسمه سكر الحليوه. سكر الحليوه؟ ايوه يا بابا. اللي كان مجند عندي في الجيش؟ ايوه يا بابا. وانا كنت هتجوزه؟ ايوه يا بابا. كان لازم اقتله. ما انا عمال افهمك وانت مصر على الجواز. اعمل لك ايه بس يا بابا؟ فين؟ حد يطلب لي البوليس. يا لهوي تعالى تعالى تعالى. سكر الحليوه؟ اه. مش معقول. اه يا بنت المجنونه، يا بنت المجنونه، يا بنت المجنونه، منك لله قطعت لي الجوكت. سيب نخرج من هنا وكل واحد فينا يروح لحاله. هسيبك تخرجي ازاي ليله الدخله وانا مقطف؟ ايوه مقطف، واعمل حسابك انا بخرج في الليله اللي تعجبني. ماشي. ليله الدخله، ليله الخميس، ليله شم النسيم، الليله اللي تعجبني بخرج فيها. طب وليله القبض على فاطمه؟ بخرج انا وفاطمه مع بعض. يلا بالاذن بقى، باي. على فين سكر هانم؟ هي الوليه دي مش طايقاني ليه كده؟ معلش عندي ميعاد مع دكتور السنان عشيقي. الله يسلمك. استنى هنا يا راجل انت. راجل؟ ايوه. كل الاوفر ده وراجل؟ لا على فكره دي اهانه. الاهانه انك تبقى راجل وتتقلب لواحده ست. خلاص انكشفت وتعرف كل شيء عنك. انت المعسكر المجند عندي في الجيش. سكر الحليوه. تمام يا فندم. ايوه. ايه الحكايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص يا ادري بيه. ايوه فتفيد السكر الحقيقيه اهي، انما دي يا بنت الكلب يا جسمي. ايه رايك في القصه الجديده؟ ايه ده؟ حرمه ذكر؟ يخيبك ما انا عمال افهمك في الفصل الاول وانت البعيد غبي قوي. سكر يعني انت طول الوقت ده عارف ان انا ناهد وبرضه فضلت تضحك عليا؟ ليه تعمل في نفسك كده يا سكر؟ لقمة العيش، لقمة العيش، لقمة العيش بتحكم، بتخلي القرد ينام نومة العازب، والناس تتفرج عليه، والغلبان اللي زي أراجوز، والناس بتضحك عليه. أنا آسف يا ناس، أنا آسف يا جماعة. يا بنت القرعة أنا هقطعك بإيدي وأحطك بين دروسي، أنا أتجوز راجل شبه الدب الروسي. اطمن وبلاش تتهور، ده اللي كتب كتابنا كان مأذون نزور. واحدة واحدة وتاتا تاتا، انت طالق بالتلاتة. اخويا عمي. انا يتعامل فيا كده لانك اتحكمت في العواطف بعوك واضطروا انهم يخدعوك. يا فضيحتك يا شهيد.
يا عمي اعتبرها شقاوة شباب، المهم ان احنا كتبنا الكتاب. سامحني يا عمي، ده انتوا الكبار، دول بس كانوا شوية هزار. انا الوعادي واتوكس الوكسادي. ادي اخرة التفاصة والجري ورا النسوان، عشان تعقل وترسى وتبطل الجنان. اه يا جبان، انا طالب القرب منك وهتجوزك غصب عني. لا بعينك، روح شوف لك واحدة وزوزة. فتفيت السكر محجوزة. وليلى محجوزة. ايوة محجوزة. وسلوى محجوزة. طبعا محجوزة. وناهد محجوزة. اوف كورس محجوزة. ونبيها محجوزة. وهنسكن في العجوزة. مبروك عليكم يا حلوين. هارد لك يا معلم شهيد. حلو قوي، كل واحد خد له واحدة وانا طلعت بلوش. لا كده غلط. لا 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 مش غلط. كده اكبر غلط. نو 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 مش غلط يا اخوانا، غلط. ايه عقل يا صلط.